مركز إيميلي بشارات في الدراسات والتوثيق هو جزء من اتحاد المرأة الأردنية، ويتكون هذا المركز من حديقة خارجية تصلح لإقامة فعاليات متنوعة. تأسس مركز إيميلي بشارات للتوثيق والدراسات بمبادرة من اتحاد المرأة الأردنية في نيسان عام 2007، وهو مشروع حضاري ثقافي إنساني يعمل على جمع وتوثيق تاريخ الحركة النسائية وتوثيق للرموز والشخصيات النسائية من أجل حفظ تاريخ الحركة وإعادة كتابة هذا التاريخ. كما ويضم قاعة اجتماعات وتدريب يقام فيها العديد من الندوات وورش العمل. يوجد مكتب خاص للخبراء والباحثين والمتطوعين تقام فيه الاجتماعات الدورية لهم. يتبع للمركز أيضاً مكتبة متخصصة تحوي العديد من الكتب والوثائق الخاصة بقضايا حقوق الإنسان والمرأة وكتب الأدب النسوي. هذه هي المحاور التي يعمل مركز إيميلي بشارات للتوثيق والدراسات عليها، ونأمل خلال السنة القادمة في العمل على توثيق أو إنتاج وإخراج أفلام توثيقية، وكذلك إجراء أبحاث ودراسات تتعلق بالعنف وكل القضايا التي تهم النساء.